على أرقام عظيمة جدا لشركات مالتي ناشونال بتتمنى تدخل بس تستثمر في مصر. The study we did showed that the potential for renewable investment is much higher than we currently expect. Most of the money will have to come from the private sector. Egyptian or international? Both. 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 There's a lot of liquidity in the financial system right now. There's a lot of institutional investors looking for destinations for investment that give a good return over a reasonable period of time. Do you think Egypt is a good place to attract them? Egypt has already attracted about $2 billion of investment so far. I believe that we can easily see that if we put the right policy framework in place, Egypt could attract up to $6 billion of investment a year, which is what would be needed to reach the 54% target for 2030. Mr. Adnan, as you as international observer in such field, renewable energy, if you were a decision maker in Egypt, what is your first decision will be? Egypt has tremendous potential as a market. Why? There are a lot of qualified people in Egypt. There are hundreds of thousands of engineers, maybe millions of technical people. There's a labor force. Do you think there is a qualified labor force in Egypt, enough qualified labor force in Egypt? I think half the Egyptians I've ever met are engineers. So yes, there's many qualified people. We are engineers by our genes, right? Yes, genetically engineers. So I think there is tremendous potential, and you know, Egyptians are very clever people. رئيس منظمة الطاقة الدولية بيقول علينا مهندسين بالفطرة وإننا شاطرين. بس أهم حاجة قالها إن المستثمرين الأجانب شايفين مصر هدف لاستثماراتهم. مليارات الدولارات جت مصر وغيرها نفسها تدخل تاخد جزء من تورتة الأرباح اللي هتطلع. ليه مصر ليها هذا الجذب العملاق من مليارات الدولارات للاستثمار في الطاقة المتجددة؟ اللي جاوبني على السؤال ده هو مكسبي الحقيقي من المؤتمر ده، مهندس صحيح مصري بس بيشتغل في منظمة دولية هدفها مساعدة الحكومات العربية للوصول لمستوى مرضي من إنتاج الطاقة المتجددة. ليه؟ نظيفة ومربحة. المهندس أحمد بدر قال لي إن أهم مكسب من المشاريع اللي داخلة دي حجم كبير من الوظائف، وظائف جديدة، وظائف زي مراقبة طيور. كل محطات الكهرباء هتحتاج مراقبين طيور، تقعد بس كده تراقب الطيور. بتخلق نوع جديد من الوظائف مش موجود قبل كده. البني ادم بيتكلم على مهندسين، محاسبين، فنيين. طيب لكن هل تعرف مثلا محطات الطاقه المتجدده بتحتاج نوع جديد من الوظائف بكثافه اسمها مراقبة طيور؟ اقول لحضرتك قصه ايه. عمرك ما سمعتي ان محطه بقى فيها مراقبين طيور بيقعدوا يشتغلوا فيها 20 سنه؟ مراقبين طيور. طيور عشان الطيور ما تخبطش في التربينات. في التربينات الوظيفه دي ما كانتش موجوده قبل كده. دلوقتي موجوده. يعني عشان هو اول ما يلاقي الطيور معديه يقول ويقول لك ستوب اللعب. بالظبط كده. فحضرتك لو انت بتحييني في محطه الكهرباء 200 ميجا مثلا، 100 موظف هتعين في 200 ميجا دول حوالي 200 مراقب طيور في وظيفه دايمه وبفلوس كويسه. قاعد على كرسي بس في السماء يراقب الطيور؟ لا مش قاعد على كرسي، واقف في الشمس وبيراقب الطيور لمده 4 ساعات ويمشي عشان ما يجيلوش ضربه شمس. ثم تيجي دوره ثانيه لان طول ما النور شغال وبالليل بيقعد نصهم عشان يراقبوا الخفافيش. دي وظائف جديده. ما يقتلوش حد. طبعا مش المفروض ان التوربين عشان تطلع كهرباء تقتل طيور. بس والا لو قتل الطيور دي مشكله، الترخيص بتاع المحطه يتلغي. واقول لحضرتك كان في وزيره محترمه طبعا جدا. لان انت مش معقول هتفيد البيئه من ناحيه بالظبط وتبوظ الطيور اللي هي البيئه برضو من ناحيه. هقول لك على حاجه ثانيه يا استاذه منى مهمه جدا. كان في وزيره في مصر محترمه جدا جت بعد الثوره اسمها ليلى اسكندر، حطت قواعد المصريه اقوى من القواعد الاوروبيه واقوى من القواعد الامريكيه. فعلا سابتها لنا. وكان المهمه المستحيله ان احنا نعملها ان احنا ازاي ننفذ القواعد لانها صعبه جدا ستريكت مش قادر اقول لك لدرجه المستثمرين ما بيقدروش عليها. الشيء الكويس اللي انا بجد بشهد بيه في مصر هنا ومش موجود في معظم الدول العربيه انها طبقت. لولاش وجود اراده سياسيه
من وزير البيئة ساعتها الدكتور خالد فهمي ومن الدكتور شاكر بكل أمانة ده الوضع في مصر. مصر في عامل جذب من وجهة نظر الاقتصاد إنها حجم نمو الاستهلاك الكهرباء عالي، مصر فيها 100 مليون يعني سوق اقتصادي كبير، مصر في الثلاث سنين اللي فاتوا سبقت دول كتير قوي في الطاقة المتجددة. اللي حصل الفترة اللي فاتت إنه كل المعوقات اللي كانت موجودة في اقتصاد مصري قوي جدا، مش قوي سوري كبير جدا، مش قوي كبير أقصد كلمة كبير، يعني في أطراف كتيرة جدا فيه. إيه عيوب الاستثمار في مصر عموما؟ إيه المشاكل؟ أول حاجة مفيش أيدي ماهرة وعاملك، دي مشكلة أساسية، أهم مشكلة. مفيش عمالة. مفيش عمالة. أمال إحنا عندنا بطالة. لأن يا فندم حضرتك القصة كلها إنه مش متدربين، يعني في جاب بين السبلاي والديماند في الماركت. اللي بيتخرجوا مش عارفين السكيل، ما لهمش علاقة بالسكيلز. هل مصر فيها الكوادر الكافية اللي تشغل القطاع الخاص اللي جاي ده؟ لو اتدربت كويس. من النقط الخطيرة اللي قالها المهندس أحمد بدر نقطة استراتيجية جدا ومهمة لمصر. بالنسبة لمصر أمن قومي. إيه علاقة استخدام الطاقة المتجددة بأزمة المية اللي منتظرة مصر أو اللي بدأت فعلا في مصر؟ معنى إيه الكلام دوت؟ إن حضرتك بعد فترة هتحل لك مشكلة المية، وده بقى اللي عايز أتكلم فيه مع حضرتك. أنت عندك مشكلة مية. كويس إنه كل فترة بتيجي المية نهر النيل مهمة في مصر. الناس مش هتعطش في مصر لان حضرتك الاساس في ميه نهر النيل هي ميه الشرب، لكن ميه نهر النيل احنا بنستخدمها في ايه؟ في الزراعه والابعاد الصناعي والبعد الصناعي وكل حاجه. فلما حضرتك دلوقتي توفر الميه دي كلها، ميه الشرب، يبقى انت محتاجه ميه للزراعه والصناعه عشان الايكونوميك ديفلوبمنت بتاع الدوله. لو جبت الميه دي من البحر عندك حلين، لازم تحل ميه البحر، لا اما عن طريق الغاز كويس وتعملي ديسالينيشن، لا اما بالرينيوبل انرجي بالشمس، وده اللي هيحصل في الخمس سنين الجايين. وحاسوا ان مصر لديها سي شور لاينز كبيره جدا، بحر او بحر متوسط، فانت كل محتاجاه انك تخلقي الطاقه الشمسيه، هتبتدي تعملي تحليه لميه البحر بانظمه لا مركزيه، يعني ما انتش محتاجه ابدا تحل ميه البحر تحطيها في انابيب عشان توصل للناس يشربوا منها، لكن لو خليتيها للزراعه والصناعه فمعنى كده ان انت عندك ميه كتيره جدا هتبقى موجوده وتوفر بينزل. فالتكنولوجي ادفانسنج هتوصلك في مرحله، وهي اوريدي وصلت لكده دلوقتي، انك لو حليتي ميه البحر بالطاقه المتجدده هتكون ميسره كتكنولوجي وارخص من انك تاخدي من الغاز. بالاضافه ان اهم حاجه بقى الكوست اوف سورس او الكوست اوف فيولينج، الشمس انت بتشتري بترول بكام؟ المتر مكعب بكام؟ طب والشمس؟ ببلاش. يبقى كل هيكلفك انت بس تعملي كوست اوف تكنولوجي في التكنولوجي ادفانسنج. فدي انا من وجهه نظري دي، ففي خلال الثلاث اربع سنين هتحل لك مشكله المايه اللي جايه من نهر النيل. ده ملوش علاقه طبعا بالقضيه ان انت ليكي نسبه شير مايه، لان دي قصه تانية يعني. لكن انت في الاساس، لذلك عارفه حضرتك لما بتيجي اي بطل ملاكمه عشان ينجح في الملاكمه بيعمل ايه؟ بيتدرب كتير. طول ما انت بتحطي طاقه شمسيه اكتر واكتر، كلام سليم، فانت بتوصلي في الاخر انك انت بقى عندك ناس متدربين كويس، وبقت التكنولوجي موجوده في كل حته، والمصريين في الحته دي دون كوت مي بليز في الكيمياء، عفاريت ان هم يستهلكوا التكنولوجي بسرعه. وهيبقى الفتره اللي جايه زي ما موجود التكنولوجي ترند في العالم بيركز في ثلاث حاجات الفتره الجايه. This is a future. انا بعلم بنتي دلوقتي انها تبقى انرجي ايكونومست، بنتي عندها 14 سنه. رينيوبل انرجي، 3 دي برينتنج، ديجيتاليزيشن. This is a future for all the world to lead. المهندس احمد ادى نصيحه غاليه جدا لكل حد بيسال ايه المستقبل في سوق العمل؟ رينيوبل انرجي، طاقه متجدده، 3D printing، الطباعة ثلاثية الأبعاد، و digitizing أو التحويل الرقمي. ببساطة هي تحويل كل البيانات إلى داتا، يعني ما فيش ورق بعد دلوقتي. بعد الفاصل عودة الفراعنة